سبحان الله. مفاجأة دكتور قدس، يعني مناطق الزلزال، أغلب مناطق الزلزال وهذه المدن في الانتخابات الماضية كانت تمنح المعارضة التركية وكانت تمنح حزب الشعب الجمهوري يعني التفوق في هذه المناطق. بعد وقوع الزلزال ورؤيتهم للمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة ولحجم المساعدات الكبير، برغم من حجم الألم وحجم المعاناة ومهما فعلت الحكومة فلن تكون قادرة على تعويض الخسائر الكبيرة، لكنها تحاول والمواطن يرى بأم عيونه هذا الأمر. منحت التفوق لأردوغان برغم من أن أردوغان يعني في الانتخابات الرئاسية لم تمنحه إسطنبول أو أنقرة أو إزمير التفوق، لكن مناطق الزلزال في مفاجأة من العيار الثقيل منحته التفوق، ما جعل قيادات في المعارضة وأنصار المعارضة على السوشيال ميديا وفنانات تركيات يشتمون ويسبون أهالي مناطق الزلزال ويبدون ندمهم على تقديم مساعدات لهذه المناطق. بماذا تعلق؟ يعني هذه المناطق التي أصيبت بالزلزال يعني أيضا فيها نسبة كبيرة من الإخوة الأكراد، وتبين للإخوة الأكراد أن رجب طيب أردوغان ليس كمثل ما ذكرت المعارضة أنه يفرق ويشتت ويتجاهل. لماذا؟ لأنه أولا رجب طيب أردوغان وحكومته أول ما فعله هو مثل ما ذكرت أنه تقديم المساعدة بلا تمييز ولا عنصرية، ولسان المعارضة حتى حين قدموا المعونات والمساعدات هناك أثر كبير من الناس من ذكروا بأن هناك من يقدم هم يقدمون أناس على غيرهم، فوجدت العنصرية هذه أولا.